يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد، ايسر الشروح على متن الاجروميه كتاب درس مزدوم الترمس. نوبتاقي فصل، فصل في المعربات. قال الاجرومي رحمه الله: فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. معرب كلمه لار اكخصم قبل نادر برنس حركاتلار بلان مربوغان كلمالار، كنس حرفلار بلان مربوغان كلمالار. قال أبو محمد: شرح التذكير، تنقسم المعربات من حيث الإعراب بالحركات والحروف إلى قسمين. حركاتلار بلان أزغر أدم يوكي حرفلار بلان أزغر أدم مانا شو إتبار بلان مرب كلمالار إكي قسم جبولنا ديبت، يعني مربلار إكي قسم جبولنا ديبت قيس جهتا من حيث شجحتنا بيان قليبت. آخر تاجي أزجرش حركة تبولي أبتم يوكي حرف تبولي أزجري أبتم، أنا شو إعتبار بلان يكي قبول نادا يو حركة بلان يو إيراب بلان أزجر هذا، شون قسم يعرب بالحركات وسيأتي تفصيله بعد قليل. باز مورب كلمة لربر حركة بلان إيراب قل نادا، حركة لر بلان إيراب قل نادا برأس دانكين بني تفصيلات كلادا. إكنسي قسم يعرب بالحروف حرف لار بلان إيراب قلنا ديان مورب كلمة لار بار، وسيأتي تفصيله بعده بني هم تفصيلاته ونين كين كلا ده ديبت. أنا بو فصل وزا أول جي فصلنا باش قشت ترتب ده تكرار ذكر كلي يبت خلاص، يعني بو معلومات لار قتل ده، يعني حرب التا مورب بوغان كلمة لار وحرب التا إيرابنا وزجارش نتشخل بولاده مثلا تور خلو ازگارش برده بطور هر بیت تاسن اصلی علامت فرعی علامت لرن ایت اوتلده من بو یرده اینده شونه اساسی اکی قسم گه بلو اب دروب بو ازگارش لر یا حرکت بلن بلاد یا حرف لن بلن بلاد دیب قیت اتن باشقا چراق ترزه ترتب لاب گلی ابده، یعنی شو یقارده اوتلگن معلومات یعنی تکرار بلاده باشقا چراق ترتب بلن، یعنی بو یرده آلدن گیب سفر هر بیت تا ازگارش راف ناس بجرده بطور هر بیت تاس که علاقه ده دختب قچان اصلی علامت بلن قچان فرعی علامت اون اون بساده گن علامت لر شو اصلی علامت اون بساده دیپ ترتیب لگن بسه حاضر ایسه این خایس جهت دن گاه ده حرکت بلن ازگارش لگی یا که گاه ده حرف بلن ازگارش لگی اعتبار بلن یعنی تقسیم لب چخیب دلر. قال الاجرومی رحمه الله: فالذی یعرب بالحركات اربعة انواع. حرکت لر بلن ایراب قلنا دیگن مورب کلمه لر تور خلو لده خب بلر اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. اسم مفرد جمع تكسير جمع أن الصالم وآخر جبر نسى تتشمع مضارع فعل، يعني أفعل خمسة بو مثل جن أتيبت، يعني يا نون يا كوا نون تتشمع ملر فعل مضارع ديبت. قال أبو محمد: فصل المصنف رحمه الله ما أجمله قبل قليل، فذكر أن المعربات بالحركات أربع. مصنف براز ألدن مجمل ترزدة ذكر خلجان معلوماتنا تفصيلاتنا ذكر قليبت، يعني براز الدين ديجان وشا المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات تبدلر عند فالذي يعرب بالحركات تب شن تفصيلات كريشتلر. فذكر أن المعربات بالحركات أربعة، حركات بلان إيراب قلنا ديجان كلمة لر تر خليكان برنس مفرد اسم لر دائما حركات بلان مورب بلاد إيراب قلنا دي، سواء أكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، خاخ مرفوع خال التبوسن خاخ منصوب خاخ مجرور، وسواء كان ممنوعا من الصرف أو غير ممنوع، ممنوع من الصرف بوسن يكي بومسن ونكاتي نزر حركة لربلان إيراب قلنا ده. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. في هذه الآيات أكثر من 20 اسما من الأسماء المفردة المعربة بالحركات. دائما شو آية تزدى يقرمدان أرتق مفرد اسم بار
harakatlar bilan i'rob qilinyapti deyapti. O'sha alimu deb aytildi masalan, huvallohu masalan, la ilaha degi masalan, ilaha. Alimu al-ghaybi wash-shahadati ar-rahmanu ar-rahim, Allohu al-maliku al-quddus as-salam va hokazo shularning hammasi harakatlar bilan i'rob bo'lyapti. Ikkinchi turi jam'u taksir deyapti. وهو كالاسم المفرد يعرب في جميع أحواله بالحركات. جام التكسير هم خد مفرد اسم كبه حما حالات لرده برش حالات لرده حركات لر بلن يراب قلنا ده. نحو حضر الرجال والفتيان والأطفال والقواعد. إركيلر كيلد ياشبولر إركيلر ياشبولر فتيان ديجان يعني يجتلر إركيلر كشيلر كيلد يجتلر والأطفال ديجان ياشبولر القواعد بو غاشية ده المقصود القواعد من النساء ديت يعني قارب قوغان ايولار كامبرلار نظر ده تطلق ده دمك من ابو كل اسم من هذه الاسماء من ابو اسم نارنك بارشاس جمع تكسير جمع تكسير بوليبت ومرفوع بوليبت علامة رفعه الضمة حضر الرجال الرجال بو فايل بوليابت والفتيان والأطفال والقواعد ولان همسة فايل جمعته فوليابت فايل جمعته فوقانو چند بو يوش ما رف بولاده رف خالته بولاده رف خالته علامة رفع سين ضم همسة زم بوليابت چونس جمع النص صالم ديابت في جميع أحواله بالرفع والنصب والجر جمع النص صالم هم بارس خالت لرده حركات لر بلان إيراب قلنا ده خاخ رف خالته بوسن نص خالته بوسن جر خالته بوسن فرقيو قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا كل من هذه الأسماء السبعة جمع مؤنث سالم أنا بو يتأسم نيبارجس جمع مؤنث سالم بليت مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أما أبكار و جام تكسير لكن شو ثيبات كتشا وقان يتتا اسم ما بوليبت حماس جام معنى الصالم بوليبت وهو معرب بالحركة بالحركة كما ترى كور ترغانيز دي بو حركات الاربلان يراب قلن يبت يكي معرب بوليبت آخر حركات بلانز غير يبت فهو هنا منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم بيرد kasra bilan mansub bo'lyapti fathani o'rniga. O'zi aslida fatha bo'lish kerak, lekin fathani o'rniga kasra bo'lyapti. Jamoani solimda biz aytdik, fathani o'rniga kasra turadi dedik. 4-inchisi al-fi'lul mudari' allazi lam yattasil bi akhirihi shay. Oxiriga biror narsa tutashmagan fe'l muzori dedik. Wal murad bil fi'l allazi lam yattasil bi akhirihi shay kaunuhu laysa min al-af'al al-khamsa. Oxiriga narsa tutashmagan deganimiz shu af'al al-khamsadan mansub bo'lgan مزاری فیلر دیگه چونکه افعال خمسه دن بسه آخر گه تفتش هده الیف نونه که واو نونه نر تفتش هده مثلا و هاد النوع من المضاری الذي يعرب بالحركات على انواع دیبت این دوشه حركات لر بلان ایراب قلنا دیگه مزاری فیلر هم برکانچه ترگه بولنه ده برینسه مضارع صحیح الاخر مرفوع آخر حرف ایلت بومگان سغلوم حرف بوگان مرفوع حالت تگه مزاری مثلا كيقرأ ويكتب فهذا يرفع بالحركات الظاهرة أنا بو ظاهر حركات لربلان رفق النادم إكنس مضارع صحيح الآخر منصوب ديبت آخر حرف إلات بومجان صالام حرف لن تجيجان منصوب خالت تاج مزاري مثلا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إكتا وصالك ديبت لن نبرح بلن حتى يرجع فهذا منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة على آخره عندهم منصوب خالتا آخر ظاهر فتحة بلا إيراب قلنا ده جنس فعل مضارع معتل الآخر آخر إلا تلي حرف بقان فعل مضارع بوسجي بجنس تره مضارعين بجنس تره وليبت فهذا يعرب بالحركات بهم حركات لا إيراب قلنا ده غير أنها مقدرة لكن فرق تختر ده بولاد أجر آخر إلا تلي حرف بوسجي تختر ده بولاد وذلك إذا كان الفعل المضارع مرفوعا وقتان فعل المضارع مرفوع حالة تبوسا كيخشى ويرجو ويصلي
ففي الأحوال الثلاثة يرفع بضمة مقدرة على آخره. يشال خال التهم خاخ ألف وسن خاخ واو وسن خاخ ياي وسن آخر مضارع فعل آخر حرف إلات ألف وسن يخشى وخشب يكي واو وسن يرجو وخشب يكي ياي وسن يصلي وخشب يشال خال التهم يرفع بضمة مقدرة على آخره آخر داقي تقدر داقي زما بلا رفع الندب. فإن كان منصوبا أعرب بالحركات الظاهرة على آخره. أما منصوب سجي منصوب الذي ينبس أعرب بالحركات الظاهرة على آخره إذا كان حرف العلة واوا أو ياء ديبت. أما منصوب خالتا آخر داقي ظاهر حركات لرب لان إيراب قلنا دا أجار حرف إلات واو يكي يبسا نحو لكن أمرته أن يدعو ويرمي ديبت. سؤال كان سفر أيته ذيك يعني بو اشتا حرف إلاتنا إين كسالك هاي سيدوديك ألف تودك شنشن ألف تا مطلقة حركات ظاهر بو ميت تدك لكن واو بلان ياي بوسا إين ينجل حركات بوغان فتحانا كترى لات تدك شنشن نصف خالتا آخر واو لك بوغان يكا آخر ياي لك بوغان حرف إلات بلان تقيقان مزاري لار تا ظاهر بلو راد نصف خالتا فتحة ظاهر بولاد شنشن أمرته أن يدعو يبتر بآخر واو زين فتحة ظاهر بول يبتر ويرمي وندو آخر شكا و أشاط شكا مثلا بيردم تسيز أنا شير داقي يدعوها يرميا ظاهر فتحة بلا نصب اليد نصب اليد مضاري نترتنش ترى مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مضاري جا مصنى ألف يكي واو الجماعة يكي ياء المخاطبة تشكا بسا فهذا هو الذي يعرب بالحذف وسيأتي تفصيله. وإن ما بلا إعراب قلنا هذا حذف حذف فلان يعني مش نون حذف ولا شي بلان إعراب قلنا هذا ونا تفصيلات حالك إلى هذا ديت مضارع نبيش نشتر مضارع مجزوم جزم خالد تاجي وسيأتي تفصيله ونحن بنيهم تفصيلات كلا هذا ديت. قال الأجرومي رحمه الله وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. قال أبو محمد كلها أي كل المعربات يجري إعرابها على الأصل. لما كلها ترفع بالضمة إذا كان بارتشاس زم بلان رفع قلنا ده فتح بلان نصف قلنا ده كسر بلان جر قلنا ده وسكون بلان جزم قلنا ده ديابت بارتشاس تب لما جاي إشارة قليابت إيش حركات لار بلان إعراب قلنا ده كان ترخل كلمة نأتيبت اسم مفرد جم تكسير جم مؤنث صالم في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أنا شو لان بارجسة أصل حكم شو زم بلان رفع قلنا ده فتح بلان نصف قلنا ده كسر بلان جر قلنا ده سكون بلان جزم قلنا ده. ثم كل هاي كل المعربات يجري إعرابها على الأصل. هر كان ده معرب كلمة لر أصل ده يعني أصل جكرة أصل قاعدة جكرة إعراب قلنا ده وهو الرفع بالضمة زم بلان رفع قلنا ده والنصب بالفتحة فتح بلان نصف قلنا ده والخفض به والخفض بالكسرة كسر بلان جر قلنا ده والجزم بالسكون سكون بلان جزم قلنا ده وهو من الوضوح في غاية لا تحتاج إلى زيادة إيضاح. يعني بو آية الجانجا شو درجة ذا أشخر أو شانكي هنا أشخر شن ترشتها احتياجي وقتيات. وهذا الإعراب إما أن يكون ظاهرا كما مضى لكن بو إعراب ظاهر بولش ممكن كورنجان بولش ممكن وسيأتي أيضا وآية بتل ذا يكي أنا كلا ذا بحق تجابت يبدو وإما أن يكون مقدرا يكي تقدر دبولش ممكن وذلك في نوعين من الأسماء. قشان تقدر دبول هذا إكخل اسم نرده أحدهما برنس اسم المقصور اسم مقصور ده وهو كل اسم آخره ألف لازمة مفتوح آخر ألف بوجان ألف لازمة بوجان أزدان ألدنج حرف فتح لي بوجان اسم ديابت مثلا موسى المصطفى الفضلة من أبو اسم المقصور دي لاد آخر ده جيش موسى دي جان ده ألف هيت اللي يبت مصطفى يازل اشتا ياي يازل جان بلان ألف وقلا ده بنا عند شعال دينجي حرف فتح بولش بلان جرت فلامس أما كي انجس ده اسم المقصور ده آخر ياي بول يبت يازل اشتا لكن ازدان ألدنج حرف كسر لي بولاد قاضي مثلا راضي شنشن أتيلب مفتوح ما قبل هذا بول دينجي حرف فتح لي بولاد شن ده بو اسم مقصور بولاد مانا شو ألف بلان أزدان ألدنج حرف فتح لي بوغان ألف بلان تجسى
موسى مصطفى فضلا يغشش فهذا اسم مقصور ديلاده ويعرب بحركات مقدرة على آخره في جميع الأحوال برش خالط لرده آخر داقي تقدر داقي حركات بلان إراب قلنا ده والمانع من ظهور الحركات طيب حركات لرنيك ظهر بميت اسم مقصور ده النطق بها دي تعذر النطق بها تلفظ قلشتي إمكان أبو مسلك إمكان سزلك يعني تلفظ قلشتي إمكان يوغلق تصد حركات نظاهر بولشدان دي الثاني اسم المنقوص يكون اسم المنقوص كالمتقي القاضي الراضي فهذا أيضا يعرب بحركات مقدرة وهم تقدر ذلك حركات لبلا إعراب قلنا ده إلا في حالة النصب إلا نصف حالة مستثنى بنا فإن النصب يظهر على الياء من غير ثقل چونكي نصب يعد ظاهر بلورة ده من غير ثقل دي مشقت بميد يعني ينقل حركات بقال نقوم ونكتر على ده تقول رأيت القاضي راضيا قازنا راضي خالتا ممنون بقين خالتا طبتم كردم ديبت أما في حالتي الرفع والجر فالمانع من ظهور حركة الإعراب هو الثقل لكن رفع وجر خالتا اسم منقوص تيمنا بولادا تقدر دا بولادا تقدر دا بولادا ازغرش لكن انا كورنش لقيدان ظاهر بولش لقيدان نما توسادا من ظهور حركة الإعراب إعراب حركة ظاهر بولشتان توسوش نرزا هو الثقل مشقة بوغانا تلقى أغر بوغانا أي سيز بولادا أصل دا جاء القاضي أوكي. أعطيت للقاضي ييد أي سيز بولورا دا لكن مشقة ونو أول دنك درس لارمزا ما يتبوتو دك ديمك اسم مقصور يكي اسم منقوص أنا بو اسم نردا إعراب تقديري بولادا اسم مقصور دا برش خالة تقديري بولادا اسم منقوص دا نصب خالتا فتحة كورنادا ظاهر بولادا جر بلان رف خالتا دا تختر دا بولادا ثم بيّن المصنف بعد ذلك ما خرج عن هذا الأصل فقال خرج عن ذلك ثلاثة أشياء لكن بندان اشتن أرسى مستثنى اشتن أرسى چخادا يعني أصل كورا وحركات بلان ورب بغان كلمة لار أصلي علامات لار بلان بيرقلاند أصلي علامات لار بلان بيرقلاند إلا أنا شو xolatlar mustasno bo'ladi. Bunda endi nima bo'ladi? Asli harakat bilan emas, noib bo'lgan harakatlar, noib bo'lgan harakatlar bilan i'rob qilinadi. Demak, qaysi narsalar ekan bular? Jam muannas salim yunsabu bil kasra. Jam muannas salim kasra bilan nasb qilinadi. O'zi asli alomat fatha edi, nasbning asli alomati, lekin kasra bilan nasb qilinadi. Al ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathati. G'ayr munsarif ismlar ta'nin qabul qilmaydigan ismlar fatha bilan jar qilinadi. جار خالطة فتحة بولادة وزن أصلي علامات كسريدة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره آخر حرف إلا تليب وكان مضارع فيلر آخر داقي حرفنا حذف قلنا شبلان وش آخر داقي حرف إلا تنا حذف قلنا شبلان جازم بولادة وحالك جازم أصلي علامات سكنده خب قال أبو محمد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء خرجت عن قاعدة الأصل في علامة الإعراب وهي مصنف رحمه الله اشتاء kalimani zikr qildilar. Asl qoidadan tashqariga chiqqan i'rob alomati borasida asl qoidadan tashqariga chiqqan mustasno bo'lgan 3 ta kalimani zikr qilyaptilar. Va hiya bu kalimalar birinchisi jamma'nas solim. Yunsabu bil kasrati badalan min al fatha. Fatha o'rniga kasra bilan nasb qilinadi. Faqat sabaqat tamthilu lahu ghayra marra. Unga bir necha marta misol aytib o'tildi deyapti. Ya'ni ghayra marra bir martadan boshqa degani, ya'ni bir necha marta degani. غير مرة بر مرتدان باشقا يعني بر نيشة مرتدى يعني. نحو خلق السماوات بغير عمد ترونها أنا شو يردقى السماوات فتخا أول نقال ما تربت كسرى بليبت كسرى بلان نصب بليبت مفعول به منصوب علامة نصبه لما ديمس الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ديمس إكينس الاسم الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يك غير منصرف وكان اسم لار يرفع بالضمة زم بلان رفع قلنا ده وينصب بالفتحة فتح بلان نصب قلنا ده وكل ذلك موافق للأصل بولار أصل جا موافق يعني قاعدة جا موافق غير أنه لا يجر بالكسرة لكن كسرة بلان جار بميد بل يجر بالفتحة فتح بلان جار قلنا ده يعني جار خالطة فتحة علامة ولده قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى ذنك اسم أصل ذنب بولش كري
مجرور بولش كيراك ده يعني كسرالي بولش كيراك ويرد كسران ورنك فتحة تربت غير منصرف بجانب يجن إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب لعن همزة غير منصرف اسم لردان فكل من هذه الأسماء الأربعة مجرور بالفتحة أنا بترت اسم نبارجس فتحة بلان جارق لنبت ولم يجر بالكسرة لأنه ممنوع من الصرف كسرة بلان جارق لنبت نمجا ممنوع من الصرف بجانب يجن جنس الفعل المضارع الذي آخره حرف علة آخر حرف إلا تبقان في المضارع الألف والواو والياديات حرف علة لرق سيد ألف واو ياي فهذا يجزم بحذف حرف العلة أنا بولار آخر داق إلا حرف نحذف قل شبلان جازم قلنا ده نحو لا تخشى ولا تدعو غير الله لا تخشى ولا تدعو غير الله الله تان باش كدان قرق مجن الله تان باش كدعاء مجن خشية يخشى شو لا يخشى آخر ألف لا تخشى بلو نهي لا نهي كرجان بيتة ياي تشفال يبتة إش آخر داقة ياي حز حرف إلا تنشفالش جازم علامة ولد ولا تدعو غير الله ويردم ولا تدعو دماذا لا تدعو غير الله هو تشفال آخر حرف إلا قال المعربات بالحروف عندي كين تقسم قال الأجرومي رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع حرف لاربلان إعراب قلنا ديان كلمة لارحم ترخ الولاد التثنية حركات لاربلان إعراب قلنا ديان لار نشتيد اسم مفرد جم تكسير جم مؤنث صالح الفعل المضارع لا تزول ويام ترتيد حرف بلان ورب ولاد ديان لار ترتا التثنية وصلنا اسم لار وجمع المذكر سالم جم مذكر صالم والأسماء الخمسة أسماء خمسة والأفعال الخمسة وأفعال خمسة مصنع اسم لار جمع مذكر سالم أسماء خمسة أفعال خمسة ديس دي أطلش أنصر أفعال خمسة قيسيدة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وقال أبو محمد يشرح المصنف في كلامه هذا الأنواع التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم بالحروف مصنف من أبو يابلار ده حرفلار بلان رفع قلنا ديگان يوكي حرفلار بلان ناسب يوكي جار يوكي جازم قلنا ديگان كلمالارنا ذكر قلشت باشلادي ذكر قل يابتلار بدلا من الحركات يابتلار حركاتلارن أورنقا حرفلار بلان جازم قلنا دي يوكي رفع قلنا دي يوكي ناسب قلنا دي وحاكذا وهي أربعة وكلمالار هم تور خليكان المثنى مصنى اسملار جمع المذكر سالم جمع مذكر سالم اسملار الأسماء الخمسة تردنسى الأفعال الخمسة بيشتفيل فأما الأول فيقول فيه المصنف برنسي كيسك مصنف يتدلرك فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء مصنع اسم لار ألف بلان رحف بلاد ياء بلان نسب وجار قلنا دمك رحف خالت دا ألف بلان إعراب قلنا دا نسب وجر خالت ذا يابلا وقلنا لكن نسب وجر قلنا ذا وهو تفصيل واضح لا يحتاج إلى شرح يبت مكبو تفصيلات يعني روشان بالتفصيلات نأتي يبتلر شرح لاش كيحتياجوك وفيما يلي أمثلة له ديقانا قيدا ونجا فقط مصلر كيلترامس خلاص ديبت مثال الرفع رفع خالت ذا مصال قوله تعالى ومن دونهما جنتان يعني فيهما عينان نضاختان كل من الأسماء المثنات في الآيتين مرفوع وعلامة رفعه الألف وديت لما جنتان ويام مرفوع رفع علامة وشا نما بقول أركان ألف ولاد فيهما عينان دد يعني نضاختان عينان نضاختان من بولر ما مرفوع رفع علامة ألف وليبد ومثال النصب نصب كمصل وهديناه النجدين بيت ياي مصنع اسم ده ياي نصب علامة بليبت ومثال الجر قوله تعالى وجنى الجنتين دان وجنى يعني جنى مبتدأ وهو مضاف وجنتين الجنتين مضاف إليه مجرور جنى الجنتين لذلك من أبو اكتباغنين ميولار خاصلار جنى جنا مضاف في المس ويرد جنا اسم جنا الجنتين شنو شو مضاف مضاف إليه ديت بو اكتباغنين ميولار دان النجنة جدا هم يقن ديانا يعني على شو شو تشاطب رقميس يعني
juda ham yengil egilib turibdi shoxlari. Ya'ni qiynalmasdan ola olasiz degan ma'noda. Yaqin. Demak, mana shu yerdagi jana mubtado bo'lyapti, o'zi muzof. Wal jannatayn muzofun ilayhi bo'lyapti, majrur va alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Ya'ni yo'y bo'lyapti, ikkita bog'. Jannatayn o'sha yo'y jar alomati bo'lyapti, chunki muzofun ilayhi majrur bo'ladi. Va danin xabarun marfu'. Danin bo'lsa xabar. Xabar esa raf holatda bo'ladi, marfu'. Nima bilan raf bo'lyapti? Bi dhammatin muqaddara. Taqdirdagi zamma bilan. Nimada taqdir qilinyapti desangiz, alal ya'il mahzufa deb. O'zi zammani o'zi taqdirda, zamma. Xo'p, qaysi harfda desangiz, u harf ham tushib ketgan o'zi. Daniyun bo'lish kerak edi endi. Bitta oxiri harf illat bo'lgani uchun danin bo'lib ketgan. Demak, o'sha hazf qilingan yodagi yoda taqdir qilingan zamma bilan marfu bo'lyapti deymiz. Va amma thani fa yaqulu fihi al musannif endi. Ikkinchisi كيسك معلف هيتاد لاركي أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء جمع مذكر سالم كيسك واو بلان رفع قلناد يا بلان نصب وجر قلناد قال أبو محمد جمع المذكر سالم يرفع بالواو واو بلان رفع قلناد مثلا نحو جاء المسلمون مسلمان لاركيل ديل سامنا شو واو بلان رفع قلنيابت ونحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أواخر الآيات الأربع أواخر الآيات الأربع كل منها جمع مذكر سالم دمك من أبو ترت آياتين آخر كلمة لرنا برشس جمع مذكر سالم بليبت مرفوع أما صرف خالطة وعلامة رفعه الواو رف علامة واو بليبت وأما نصبه فإنه ينصب بالياء أما نصب حالته ده يا بلن نصب قلناه جم مذكر سالم يا بلن نصب قلناه قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جميع الكلمات المختومة بالياء والنون جمع مذكر سالم منصوب ديبت أنا شو آية تاقي آخر ياي ونون بلان تويقين كلمة لارنين بارجس جمع مذكر سالم بليبت منصوب نصف حالت بليبت وعلامة نصبه الياء نصف علامة ياي بليبت شنش دان وأما خفضه فكذلك بالياء جمع مذكر سالم جر بولشيه كيسك شو يابلن مجرور بولاده قال تعالى فإنه كان للأوابين غفورا لفظ الأوابين جمع مذكر جمع مذكر سالم مجرور أنا شير ده جمع مذكر وليبت مجرور وليبت وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة جر علامة كسرا أورنك ياي وليبت لأنه جمع مذكر سالم شوكي جمع مذكر سالم نحو وكان بالمؤمنين رحيما مؤمنين ذاك ياي جار علامته وأما الثالث فيقول فيه المصنف عند شنش كلمة كسك أما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء قال أبو محمد للأسماء الخمسة التي هي أبوك أخوك حموك فوك ذو علم إعراب مخالف لسائر الأسماء ديت من أبو بيشت أسم أسماء خمسة بأتلا ديان بيشت أبوك أخوك حموك فوك ذو مال ذو علم ديان كلمة لر kalimalarni irobi muxalifun lisairi al-asma deydi. Boshqa ismlarning irobiga xilof. Ya'ni o'zgacha. Boshqa hamma ismlar bir turda irob qilinsa, bu 5 ta ism shuning uchun asmoi xamsa deb laqab nom olgan, chunki o'ziga xos boshqa ismlardan ajralib turadigan irobi bor. Fa innaha turfa'u bil wawi la bil dhammati wa waw bilan raf qilinadi, zamma bilan emas, va tunsabu bil alifi لا بالفتحة فتحة بلا مس عليه بلا نصب قلناه وتجر بالياء لا بالكسرة كسرة بلا مس يا بلا جر قلناه وليس في الكلمات ما ينصب بالألف غير هذا كلمة لرنا أرس ده ألف بلا نصب قلناه ديجان أنا بندم بشقة اسم يختيت يعني كوي أكيد بشقة اسم لردن أجرب تري ديجان يير ما نشوي يرده ما نشوي يرده çünkü يا بلا ما قلناه ديجان بار مثلا
مسلمين ده بوسن وهكذا جمع مذكر سالم ده باشقا ده يا علامة بولاده نائب بولاده وهكذا لكن أليف بلان نص بولش فقط ما لشو أسماء خمسة كورنا ديبت ليس في الكلمات ما ينصب بالألف غيرها. خب مثال الرفع هذا بالبردان مثال كيلتر هذا حضر أبوك جاء أخوك ذهب حموك هذا فوك وأنت ذو علم ساعتين كيلد أكين كيلد ديسيس قينين كيلد ديسيس قين ديسيجند شو حموك دي بوكيس أيالك نسبة إيرنا أكوك على ربوسا شو ده حموك دي بوكلاد وهذا فوك هذا فوك ديسيس بو أغزين أنت ذو علم سن علم دارسن أنا بقول عن همسة ده يا فايل بولي أبتو يا خبر بولي أبتو رف خالته ده زمان ورنجا أو تربت. ومثال النصب رأيت أباك وكلمت أخاك ولقيت حماك حماكي وأبصرت فاك وأكبرت ذا علم علم ليك شنو ولغة دم هرمات قدم ده جمع نادر عنده. ومثال الجر سلمت على أبيك استمعت إلى أخيك مررت بحميك ونظرت إلى فيك سمعت عن ذي علم علم ليك شدان اشتم ده جمع. ومن العربي من يلزم الأسماء الثلاثة الأولى الألفة عند أسماء خمسانة مشهور إيرابنا بيان قل جنناكين أرادة قشنجة فايدة أيتك تيبت شارخ أيتك عرب لارنا أرس دا من يلزم الأسماء الثلاثة الأولى الألف تيبت من أبو بيشت اسم دان أسماء خمسة دان فقط اشتس أول اشتس قيسلر أبوك أخوك حموكي من أبو بيشت اسم اشتسنا فقط دائم ألف بلان تلفظ قلت جنر بار فقط نصف خالت تماس حتى جر خالت تهم رف خالت تهم ألف تراد يعني شو دي قابر شهده عادت شو دي يبت شو دي تلفظ قل شهده وتعرب حينئذن إعراب الاسم المقصور دي يبت من أبو عرب قبيلة لارنا نزد ده عند قند إعراب قلنا دسه قد اسم مقصور قند إعراب قلنا شو دي يعني تقدر ده حركات تقدر ده جه حركات لبنان إعراب قلنا ده بحركات مقدرة على الألف دي يبت شو ألف تاجي تختر قلنجان حركات لا لا يراب قلنا ده فيقال جاء أباك أبوك أبو الشكري لا شو نقول خالتهم رف خالتهم نما بلا شو أخد ناس خالت تقدك فتح بلا عيد شهد يوكي نظرت إلى أباك وحماك ديبت أنا شير ده إلى أباك وحماك دي سيز وهكذا من أبيك أبو الشكري كده أباك وحماك ديب عند أذكرين رف خالت بلا جر خالتك مثال كيلتر ده نصف خالتك مثال كيلتر ماذا نصف بيوك وزنه أصلي خالته مثلا رأيت أباك ديسا رأيت أباك ديسا مفعول به وليبت ونقى مثال كيلتر ماذا شنك وزنه أصل خالته ده لكن بير ده شرف خالته ده وابولش كيلتر ده جر خالته ده أبيك ببتر وياي بلان بولش كيلتر ده وشا مشهور إيراب يخلاف قلب بولار شتا اسم ده فقط كنا أباك حماك وشا أخاك شتا اسمنا دايم فتحة بلان الألف بلان تلفظ قرش هذا ألف بلان شون ده جاء أباك بوسا نماذا بإيراب قلنا ده أباك فايل شتاقان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تيمس وشا ألف تا تقدر قلنجان زمى بلان دي إيلات وده اسم مخصور نقان دي إيراب قلنا ده شون دي إيراب قلنا ديات يعني قال قائلهم شاعر دم رأيت ذلك إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها ونين أتاس وأتاس نين أتاس قد بلغا في المجد غايتها ذيكنا شان شرفته نهاية سجيت كان ليليبت أباها ذيب قينة سمخت يبتم خلص هو بسيم هذا ميل عنده ما النسكة إن أباها وأبا أباها ديت أتاسا وأتاسا نوزد ما بولش كريك أبا أبيها بولش كري نعم إن أباها أبا إن اسم منصوب نصف علامة دا وعمو يوك ما تربت ألف وأبا ومعطوف وليبت منصوب اسم معطوف وليبت ويا منصوب أباها ويند أبا أبيها بولش كريك أتاسا نين أتاسا مضاف إليه أصل دا جمهورنا نمسي كرة وأبا أبيها بولش كري شون أورنا جاء أبا أباها بوليات منا شو لما جاي كورا بولادة أشو عرف لارداجي بر قبيلة شو اشتا اسم ده أبوك حموك
أخوك. أنا بقول شتا اسم ده بيشتا اسم دان أسماء خمسة دان فقط شتا سنة دائم ألف نلازم تتشد يابته من أشتا هذا أبيك أبي ها بولش كري بقان جاي دائم أبا ها دي ليبت. قال أخري قد بلغ في المجد غاية هادد غاية هن إرابنا ما لبي فايل ماس بلغا ديبت فايل ألف بلغا دقي ألف فايل وليت أتاسه 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 يقيت هذا بلغا في المجد غاية يعني أزن غاية سيجي يت ديبت شان شرفته أزلر المقصد جي يت غاية سيجي يت ديبت مفعول به. طب مفعول به وسا ميز غايتيها بولش كري يعني غايتيها بولش كري لكن غايتها بولاده ويا لغة بني الحارث ديش كان مصنع لاردا تسنية اسم لاردا نمان أورنجا يعين أورنجا ألف بلان نما قلشار كان نصف قلادي كان قبيلانا نما سيكورا لحجة سيكورا بو يعني نصف خالات ديام ألف فلان أيت شهادة وزي نصف خالات ديام أي بولش كريك غاية تي ها بولش كريك بعض عرب قبيلة لارده شو غاية تا ها بوبترو لما دي شركة مثلا ضربته بين أذناه بولر كان فلان لغة تيجي كرة أذنيه مس ضربته بين أذنيه مس ضربته بين أذناه ده بيتر كان أنا شو لما جي كرة بولاد بو. لكن بزي كرة غير حاضر إن أباها وأبا أبا قد بلغا في المجد غايتها شنداك بغاية هنا إرابنا ما بولد بهما يا مطلقنا دخلت الفصل فصل ما بولد بلغ يكي دخل وتقديم العظم لازم بس ما فهم به بولادم إيش هذا خلاص بته منصوب على نزع الخافض ديش هذا بازدر منصوب على نزل خافض تجانا وش دخلت الفصل الدسيس يعني إلى الفصل بلوب أصد وش إلى تشفق جان وش منصوب بنزع الخافض تجانا جر حرفنا أبتشاش بلا نصف قرنية اسم ديدا شو وش بكت هذا بو إذا بلغ في المجد غايتا هذا سيس يعني بلغ الغاية يعني قوي أوكي إلى الغاية تجان معنا هذا وش تشفق جان اللي بيشن ما ديدا منصوب على نزع الخافض ديش هذا بأصدر. طيب يعني دقيق روك عيتسيس شنقا إن قوة هذا تسامح ما فول به دي بكتلا ديو لكن أصلا منصوب على نزع الخافض ديدا. ومن العربي من ينطق بحرفين فقط يعني باز عرب لار بو يعني باش خبر عرب لار داقي نمان عيت يبتو لحجة نعيت يبتو من ينطق بحرفين فقط ديبت أنا بو بيش تأسمنا فقط اكت حرف بلان تلفظ قلش هذا مثلا جاء أبو هود أبو هود بترميت جاء أبو هود أوكي وكلمت أخاه ومررت بحمه يعني إذا أبوك يعني أخوك حموك دبتر وون أيت بترميت بركي شا حرف إلا تلرسس إكتا نما بلان إكتا حرف بلان تلفظ قلش هذا جاء أبوه وكلمت أخاه ومررت بحميه ديت وعليه البيت المشهور مشهور بيت ما نشو عرب لارد تلفظ كرة إيطاليان يعني شو عرب لارد نمسي كرة لهجة كرة إيطاليان ديت بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم عدي كرم يعني سخاوة سخي لكتا كرم دا كم جا أتسجى إرجشت بأبيه اقتدى بأبيه اقتدى أتسجى إرجشت ومن يشابه أبه فما ظلم أتاسي وخشى جمع دام ظلم كما ابتديت يعني بحلا أتاسي وخشى ظلم كما ابتديت يعني شعر داقي أبيه أبيه دماد ومن يشابه أباه دماد ومن يشابه أبه دد بيهم شوابت. وشرط الإعراب الأول المشهور هو ما تقدم من كونها مضافة إلى غير ياء المتكلم لكن أول مشهور إعراب بارديو مش مشهور إعراب نميدة أسماء خمسة داقي مشهور إعراب نصف خالتة ألف بلان رف خالتة غو بلان جار خالتة ياي بلان إعراب قلنشة أنا شو مشهور إعراب شو بودش مشهور نبدسيلة بود ما أنا بو
Daha meşhurunu bilmeseyler ama ama yok yani. İmtihanda sorarmışlar bundan korkmayla. Yani hacatı yok yani bu beş kitaplarda okumasayız değerli üşret miyiz? Yani kitaplardaki mesela değerli üşret miyiz? Yani çünkü bu derecede benim özüm hem başlangıçlarda olacağından bugün için aslında bu meselenin gereken yoktu Allah alam. Çünkü hacatı yok yani. Hop şartul i'rab el evvel el meşhur. Oşa meşhur bugün. Evvelki i'rab ne şartı? Evvelki i'rab degende şu alif bilen ya ki yay bilen ya ki vav bilen i'rab kılınışlık şartı ma tekaddeme bu ayet ötüldü bu şart kıskaça min kevniha mudafeten ila huyri ya'il mutekellim muzaf buluş gereği. Muzaf bu mesela bu mıydı dedik. İnne li eben şeyhan kebira. İnne lehu eben şeyhan kebira. Ana şerde şeyhan kebir eben dedi. Muzaf halatta bu megen peytte özünü işte adetteki nasf halatta fethe bilen ne makul niyetti. Murab kul niyetti, irab kul niyetti. Lekin muzaf buluş gereği elbette. Lekin muzaf bu gende hem ya mütekellimden başkası gel. Çünkü daha iyi misal getirirken de ebuke, fuke deyip getiriyordu. Ege ebi deyip getirmeyip de ebi ya ki ehi olsa bunda irabını mı bulardı? Mukaddara. Takdir de buladı. Ve emmur rabi'u feyekulu fihi'l musannifu. Şimdi törtüncü kelimeye geçsek. Ve emmel ef'alül khamsatu feturfa'u bin nuni ve tunsabu ve tuczamu bihasfiha. Ef'alü khamsada nun sabit buluşu bilen raf kılınadı. Ve uşa nunlu hasf kılınışı bilen nasb ya ki cezm kılınadı diye. Kale Ebu Muhammed fil ef'alil khamseti i'rabun khassun fihi nev'u garabe diye. Beş de fiil ef'alil khamsanı özüge has i'rabı var. Fihi nev'u garabe diye. Yani bunda bir garabet var. Yani özgeçerlik var. Yani başka nimelerde bu megen bir özgeçe bir irabı var. لِأَنَّهُمْ مُخَالِفٌ فِي الْاِرَابِ لِسَائِلِ الْاَفْعَالِ Çünkü bu irabı başka fiillerin irabıdan, başka fiillerin irabıya hilaf. وَسَبَبُ ذَٰلِكَ اِخْتِلَافُ صِيغَتِهَا Sebebi ne mi? Ne ki başka fiillerden acrab türedigen bir irab ile irab kılını yaptı? اِخْتِلَافُ صِيغَتِهَا Onun sigası başkalarındaki o başka fiillerle okşamaydı. اِخْتِلَافُ صِيغَتِهَا وَدُخُولِ حَرْفَيْنِ زَائِدَيْنِ عَلَى الْفِعْلِ وَفِيلْجَ اِكْتَ zayide harf koşuluyat. Yani özek harflerden bu megen, özek harflerden bu megen iki tane koşumça harfler koşuluyat. Çünkü bunu irabı özge has diyat. لأن يفعلان مثلا فيها ألف ليست من الفعل هي ألف الاثنين والنون علامة رفع الفعل ديت. معنى بو ألف يفعلان دي يفعلان دقي آخر دقي ألف نون وزن أزك فيل مس أزك فيل فعل مثلا يفعلوا لكن ألف نون وألف ألف الاثنين دي يبت مصنع قد الله تخلى ديجان ألف والنون نونشي علامة رفع الفعل ومرفوع كان لجنة علامة وهكذا الباقي قلنا اليوم خد شو ندي يفعلون هذا سيزن أو جمع علامة تفعلين هذا سيزاي مخاطبة علامة عيارك شيء خطاب قلنا شو كد الله تخلى ديجان علامة نون إسا جاء نمانا رفع خالد كان لجنة علامة الأمثلة قال تعالى إن مصلر كالتلادة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الفعل الأول يأكلان قرين كانا يأكلان الطعام أنا شو يرد إساء عليه السلام وأنا لار مريم كانا يأكلان الطعام ولار طعامي شارد ديت يأكلان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ولد نون صابت ولش والفعل يريد إي يريد إصلاحا مجزوم ديت جزم خالد چونكي إن شرطية كريبت وزن كينج في جزم خالد مجزوم بوليبت بإن الشرطية إن الشرط إن شرطية بلان جزم بوليبت وعلامة جزمه حذف النون نون حذف ولش والفعلان في الآية الثالثة أما أتنش آية اكتفي لشي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الأول مجزوم بينس مجزوم بوليبت لم تفعلوا والثاني منصوب ولن تفعلوا وإن مجزوم منصوب بوليبت وعلامة النصب والجزم حذف النون كما تقدم نون حذف قلنش حرب التكتاب تؤذي خاص نمس بولادي وخصوصية تبو مصال كي ترشكي أجاي بيجان يعني شنو آيات تان تان لغا بيت مصال نؤذي ده بر أخ بلان بر نشتجم تشخطو رادة يعني بر كانت مصال لغاز شد تؤذي ده مانا نصب قيم لازم جاي بيت آيات تان مصال كي تريد كيب آيات نمالار إتبار برسيز getirgen ayetleri başka da bir kança misallarını cemleşke hareket kıladırken nümadan da okuyken. Kâle ibn-i Malik ve hâzfuhâ linnasbi vel cezmi simeh
كلم تكوني لترومي مظلمة. حذفها باسكو خلاص أي النون دبت أن النون حذف النشاء للنصب والجزم سما دبت سما يعني علامة. إمك نون حذف النشاء نصب وجزم خالتني علامة بولاد أفعال خمسة ده نون حذف النشاء نصب وجزم علامة بولاد. كين مثال كيتر يبت ك لم تكوني لترومي مظلمة يعني ayol kishiga xitob qilib aytyaptiki, siz zulm qilishni qasd qiluvchi bo'lmadingiz deyapti. Roma yarumu qasd qilmoq. Lam takuni li tarumi mazlama degani zulm qilishni qasd qiluvchi bo'lmadingiz deyilyapti. Shu yerdagi lam takuni mana bu nima bo'ldi? Nun tushib qolyapti jazm holatida. Li tarumi va yerda nasb holatida ham nun tushib qolyapti shu. Nasb bilan jazmda nun tushib ketishi nima bo'ladi deyildi. Jazm va nasb alomati bo'ladi deyilyapti. Lekin af'al xamsani qaysi biri bo'lyapti? O'sha taf'alina. Yoy muhataba. Ikkalasiga takuni, ya'ni takunina, tarumina bo'lish kerak edi. O'sha yoy tushib qolyapti. Lam takuni majzum li tarumi mansub bo'lyapti. Jazm alomati hasfun nun, nasb alomati ham hasfun nun bo'lyapti. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Shu bilan muallif nimani tugatdi? Ikkinchi bob tugadi. Ikkinchi bob tugadi. Ya'ni i'rob va i'robning alomatlari, asliy alomati, far'iy alomatlari tugadi. Endi bu yog'iga o'sha mu'rob bo'lgan kalimalar qachon raf bo'ladi, qachon nasb o'qiladi, qaysi o'rinlarda nasb o'qiladi va hokazo. Buni tafsiloti undan buyog'i o'sha fe'l va ismlarni batafsil holatlari bayon qilinadi. Shu darsimizga yakunlasamiz. Subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illalloh, astag'firuka va atubu ilayk. Ahnaf ibn Qays aytgan ekanlarki, agar kimdandir o'zim yoqtirmagan narsani ko'rsam, shu narsani boshqa birovga nisbatan qilmasdim deyaptilar. Xuddi Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilinadi, odobni kimdan o'rgandingiz desa, beodobdan o'rgandim deydi. O'sha shu beodobni ko'rib, masalan, sizga noqulay bir narsa ish qildimi, demak, shu o'sha ishni men ham birovga qilsam, men ham ranjitar ekanman, siz dilingiz ranjidimi shu narsadan? Shu ishni men ham birovga qilmasligim kerak ekan. Deyiladi. Ahnaf ibn Qays aynan shuni aytyapti. Birovdan yoqtirmagan narsani ko'rsam, shuni ham men boshqa birovga nisbatan shuni qilmayman deyapti.